طيب موسيماني اللي فجأة أصبح على كل لسان مصري عربي أفريقي، مين هو؟ مين هو بيتشو موسيماني؟ أولاً ده كان لعيب نص ملعب، كان بيلعب في نادي كوزموس في جنوب أفريقيا سنة 82، لعب لسان داونز ثم أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، انتقل للدوري الزيمبابوي شوية ولعب لنادي السد القطري عام 96. ده بيتشو موسيماني كلاعب. بيتشو موسيماني كمدرب درب سوبر سبورت من 2001 ل 2007، خد معاه 3 بطولات، يعني هو كل فريق بيمسكه عنده فرصة انه بيحقق بطولات، ده أهله انه يمسك منتخب جنوب أفريقيا. لعب 7 مباريات كمدير فني للمنتخب، وبعد كده لما جابوا كارلوس ألبرتو البرازيلي الأشهر اشتغل معاه مساعد، ثم كان مساعد لسانتانا برضو وهو بيقود منتخب جنوب أفريقيا لغاية نهايات كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا. بعد 3 سنين قضاهم موسيماني في منصب المدرب المساعد، مسك مدير فني للمنتخب لوحده من 2010 لغاية 2012، إلى أن تم الاستغناء عنه بعد عدم التأهل لكأس الأمم 2012. درب سان داونز في تجاربه الشهيرة لمدة 8 سنين حقق فيهم 11 بطولة، حصل على لقب دوري الأبطال 2016 وخد أحسن مدرب في القارة. تفتكروا 2016 توج على حساب الزمالك وكسب في 2017 السوبر الأفريقي على حساب مازيمبي. يناير 2017 خد جائزة أفضل مدرب في القارة في 2016 من جانب الاتحاد الأفريقي بعد التتويج بدوري الأبطال. طيب دوري الأبطال دلوقتي هو جاي يقود الأهلي. دوري الأبطال فيه الرباعي الوداد الزمالك الرجاء. موسيماني مع ال3 فرق دول أخباره إيه؟ لعب وهو مدرب لسان داونز ضد الوداد المغربي 10 مباريات، يعني مباراة الوداد والأهلي في الدار البيضاء اللي جاية رقم 11 في مواجهات بيتشو موسيماني مع الوداد المغربي. ال10 مباريات فاز في 3، اتعادل في 3، خسر 4، وسجل 5 أهداف واستقبل 7 أهداف. ده كشف حساب سان داونز مع تحت قيادة بيتشو موسيماني مع الوداد المغربي. طب مع الزمالك، واجه الزمالك 4 مرات فاز في 3، يعني موسيماني لعب الزمالك 4 مرات كسبوا 3 وخسر 1 وسجل فيه 6 جوان واستقبل 2. ده كشف حساب بيتشو موسيماني مع الزمالك. ما واجهش الرجاء خالص، ما سبقش له انه واجه الرجاء المغربي. مواجهه الاهلي مع الرجاء باذن الله تعالى، الاهلي مع الوداد الاول، الفاينل مع الفائز من الزمالك والرجاء. ده كان كل شيء عن بيتشو موسيماني اللي هيصل فجرا، اللي موجود دلوقتي في الجو، يصل بسلامه الله وجهازه المعاون الى القاهره فجر الجمعه لبدء العمل فورا. وهي دي كانت احترافيه بقى القرار. الناس اللي بتتكلم على الاحترافيه، انت لضيق الوقت لصعوبه المهمه، مدرب بيمشي، مباريات مضغوطه، مش هتقعد دقيقه واحده بدون مدرب. يعني النهارده كان فايلر امبارح بيقود الفريق في مباراه، بكره بيتشو موسيماني يقود الاهلي في المران استعدادا للقاء المقاولين يوم الاحد ان شاء الله.